ما يمكن أن نلاحظه هو أنه منذ أن دخل هذا الميثاق الاستثمار إلى حيز التطبيق، وموضوع الاستثمار يعرف نموا مهما جدا، وهذا النمو لم يعد متركزا فقط في مناطق بعينها، لأن الآليات التي جاءت في القانون في الميثاق الاستثمار المتعلقة بدعم الاستثمار في المناطق البعيدة والمختلفة بدأت تعطي نتائجها في هذا الموضوع. بالفعل انعقدت اللجنة قبل يومين، اللجنة الوطنية ترأسها السيد رئيس الحكومة، صادقت على 27 مشروع اتفاقية.